فريق الأهلي حقق الفوز على فاركو بالنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة 28 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ورفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري، بينما توقف رصيد فاركو عند 25 نقطة في المركز الـ15 بجدول المسابقة. فريق البنك الأهلي فاز على المقاولون العرب بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعتهم باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن لقاءات الجولة 28 من عمر الدوري المصري الممتاز، وارتفع رصيد فريق البنك الأهلي لنقطة 30 بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز محتلا المركز الـ14، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز 17 برصيد 19 نقطة. مجلس إدارة نادي الزمالك أصدر بيان رسمي بشأن خوض مباراة سيراميكا كليوباترا الجاية في بطولة الدوري المصري، وهتقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا النهاردة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري. اختتمت منافسات بطولة إفريقيا البارالمبية لدراجات المضمار والطريق، واللي أقيمت في القاهرة في الفترة من 26 وحتى 28 يوليو الجاري، وده بمشاركة 55 لاعب يمثلون 6 دول وهي مصر وكينيا والمغرب وموريشيوس ونيجيريا والسنغال. وفازت مصر بالبطولة برصيد 37 ميدالية متنوعة في سباقات المضمار والطريق. نادي جالاتا سراي التركي أعلن التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش بشكل نهائي من نادي تشيلسي الإنجليزي. نادي الغرافة القطري أعلن تعاقده مع المهاجم الإسباني خوسيلو لوتو قادما من ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. منتخب البرازيل حقق فوز كبير على منتخب باراغواي 4-1 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 15 يوليو المقبل. بالنتيجة دي بيرتفع رصيد البرازيل للنقطة 4، فيما يتجمد رصيد باراغواي من النقاط متذيلا المجموعة الرابعة. منتخب كولومبيا فاز على منتخب كوستاريكا 3-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كوبا أمريكا ليحجز بطاقة التأهل للربع نهائي كأس المسابقة القارية التي تستضيفها الولايات المتحدة بعد ما ارتفع رصيد كولومبيا لست نقاط وتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد كوستاريكا عند نقطة واحدة بالمركز الثالث. ودلوقتي كده خلصت جولتنا الرياضية، هنروح لفاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.